السلام عليكم حبوباتي الغاليات، مشتركات ومشاركي قناة جميلة أونلاين. مرحبا بكم كاملين معنا في واحد الحلقة جميلة اليوم إن شاء الله. شي حاجة اللي كتخص المرأة المغربية، يعني في السكن الاقتصادي أو لا السكن اللي ما كيكونش فيه اتساع. دونك كنا تنبغيو نشرو بصراحة، ولكن تيكون عندنا مشكل ديال فين غادي نشرو، فين غادي نديرو الحبال. اليوم إن شاء الله جبت لك الحل الأفضل دائما، واللي هو البنات هاد النشار البخاتيك. دونك هاد النشار البنات كيدار في البالكون، ما تيش اتساع، شي حاجه زوينه تتكون اكيد من 3 بياس، الثمن ديالو 60 درهم. غادي تمشي ورا اللي خديتو من المحل اللي كنخدمو دائما الاواني التركيه اللي معروف مدينه كازا. فمرحبا بكم. كما قلت البنات شي حاجه اللي هي زوينه ومزينه، زوينه بزاف وعمليه، وتقدر ديريها في البالكون ديالك. المهم ما فيهاش اتساع بزاف، ماشي كتكونش كبيره كبيره. كما قلت ثلاثه ديال 3 بيات كتكون فيها، هذه اللي كتكون في بلاستيكه كما قلت كتحلو من هنا، كتقدري تجريها كما باقي ما ضروري خصها تحل مزيان، كترجع بسرعه وكتسد هكذا صافي. ملي كتنشري بها ملي كتكون محلوله ديجا هي ثالثي من الناس ديها، سالتي من الناس ديها عاود نحلو ونجرو. وملي كتجري الحبل على قد ما بغيتي نتيا وكتنشري به، كتزيريها بيدك هكا كتزيريها صافي، باش ما كيبقاش الحبل يطرخ. هذا ما شي حاجه فريمون افيكاس، الثمن ديالها البنات زوين، جوج فوق تقريبا شي 60 درهم. فبصراحه افيكاس الناس عندهم هكا بالكويات وداك الشيء، وما فيهم ما يبقى زعما يتعذب في النشار. ف من الألفة صاعدا غادي تنشري في البالكون ديالك وبلا ما تشوه، يعني بلا ما يبقى دوك الحبال دوك ديك الحال. دوك تعطي صراحة منظر زوين، كيجي على هاد الشكل هكا. شوف بحال عرفتي باش فكرنا البنات بحال داك الناقوس ديال شي، هذاك الناقوس عرفتي الناقوس هانتوما، الناقوس اللي كيتحط في الناقوس اللي كيتحط في هادي ترين 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 ديال لي زوطيل. دونك هادشي اللي كاين ولي بيس ديالو. المهم عطيك مع هاد لاكول هادي، معرفتش اش كتصلح صراحة، مغاديش نخدمها انا. وعطينك هاد الفيس هذا باش نركبو هاد الفيسات، هما لي تنركبو بيهم هاد لي زاختيك بحال هكدا هكا. والفيس لاخر هو باقي لداخل هنا، دونك عندو جوج ديال الفيسات. هادشي حتى كتكروشيو هادو في الحيط، هادو كتكروشاو بالمشربيات كيما قلنا في الأول، كتدخليها هكدا. صراحة زوينة بزاف، زوينة من العينين لا رب، مكاينينش نظيضات هاكا. أو كتعطينك هاد الفيس ديالها، طورنو فيس باردون، لي غادي يبقالك دائما، يبقى عندك ديما. صافي هنا كذلك. دونك هدا أبخي مكتكون هي ديجا راكبة البنات في الحيط. أنا غادي نعاود نوريكم لوطخ كوتي، كتركب هكذا من الجهه الاخرى. وان فوا كيما قلت انا غادي نحاول نقبل لكم في الجهه الثانيه باش تشوفوا، يعني هذه ركبناها بجوج فيسات هنا، حتى هي بشبيحتين ربعة جوج هنا وجوج هنا هكا كتجي. شفتوا ملي كتسالي منها كطلعيها، هذه كتدخل بوحدها، هي دخلت بوحدها، هذه كتبقى هكذا. يعني المنظر ديالهم صراحه بجوج زوين، وحتى اللي ما عندهاش زيد شي من غادي تحقق هكا، حتى اللي ما عندهاش البنات اتساع تقدري ديريهم هكا. نوريك الطريقه واحده اخرى جات لي على بالي، ولا تقدري تزيدي فيه هكا مثلا كما تنديرو حنا المغاربه، تديري هكا دائما تطوري هاد اللعيبه دوروها باش يعرضوا هنا، وكنهزوا بالحبل بشي 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 عصا ولا شي حاجه كما كتعرفوا. مثلا نديرو حنا هنايا هكذا باش يديها هكذا، هي هكا البلاصه اللي كتمشى عليا ما صورتهاش ليهم. دونك خصني ضروري تحيدي الفيس ياك، تحيديه ياك، تحيدي هادي ديري لها بحال هكا باش تركبيها في الحيط. عطاك دونك هادي اللي غتركب دابا في الحيط، هي غتركب هادي، غتركب هاكا باش تمشي لهيك. عطاك غتركب هاكا، ولكن هادي اللي غتركب ماشي هادي. اه راه هادي اللي غتركب، هادي دابا هي اللي غنركبوها بحال هاكا. هنا ماشي نوريك، نوريك البنات
اييه وبحال باش بالجرار باش الجرار تمشي لهيه. اييه وهاديك البلاصه اللي كانوا راكبين فيها الفراخ حيدتيهم. هاديك اللي حيدتهم. المهم بلاصه واحد الطريقه زوينه دابا جاتني فكره فيها، لان هذا فيه تقريبا شي 2 متر انا غادي نعمرو ديك كيما قلت في الاخر. هشام دابا تيركب عليك اللعيبه الوغ تقدروا هادي كنجروها هكذا السلام عليكم الخيط تيخرج. الا لقيتو البنات بحال هاد القنبه اللي كاينه هنايا هادي بحال هاد القنبه هادي، الا لقيتو بحال هاد القنبه رقيقه هكا فراه ممكن تزيدو فيها على قد ما بغيتو. يعني واخا عندك البالكون مثلا فيه 3 متر ولا 4 متر ولا ممكن البنات تزيدو فيها. هاي شتي حنا غنديرو كثر من الشينوا، حنا غادي نسبخوهم فممكن تزيدو فيها ومن بعد غادي تعقديها. غادي تزيدي فيها مزيان تحلي هاد العقده ياك وتزيدي فيها كامله وتعاودي تعقديها معها هكا غادي يولي عندك طويل بزاف وكاين غادي يعني على قد المسافه اللي عندك انتي عبري وزيدي فيها واحد. حاولي تلصقي هذيك بالكولا سبيسيال ولا خيطي بابا كاع بالخيط البرا. انا نخيطهم بالخيط البرا بصراحه لان الا درتي غلط ما غاديش يدوز لك من هاد لابارتي هادي. ايوا لاله مولاتي ها هما الحبل ديالنا واجد كما كتشوفوا البنات كيجي خفيف المنظر ديالو وهو ديجا راه رقيق ما كيبانش. وكما قلت لكم الجميل فيه وانا ملي كتحيديه يعني ما كيبقاش يبان نهائيا، كيولي عندك غير الجراس هنا وهذيك اللي تقبنا في الجنب يعني ما كيبقاش الخيط باين. بغيتي تنشري فيه عبدا سورتو حنا العيالات مدمنات على ان كل نهار خصك تسالي من لي سيرفيس ديال الكوزينه وتصبنيهم والفيطات ديال الحمام حتى هما كل مره ما نبقاوش طالعين نازلين للسطح ثلاثه طاس سورتو انايا باش نشر واحد الفيطه ولا شي سرابت. فهادي سي براتيك بصراحه والثمن ديالو زوين ومعقول بزاف بزاف وغادي يفيدك مدام والله القسم انا بدا كنقولها لك مني ليك شي حاجه اللي ما غاديش تندمي ليها. براتيك تقريبا فيه واحد 2 متر ونص ولا ثلاثه و جو بونس 2 متر ونص يعني شي حاجه زوينه. ونزيدكم البنات راه كنشرح فيه حتى المانطه الخفاف، ما تنشرش بصراحه المانط الغلاظ لان تنطلعهم للسطح الا كانت عندي مانطه ولا جوج، مي الخفاف يعني مخيره. غادي نشارك معكم كذلك البنات هذا السلم هذا اللي حتى هو براتيك يعني كيتحل على جوج ملي كنبغيو نطلعوا شي بلاصه بالسلم كتخافي لا طيح بك ولا هذا. فهاد لا مارك زوينه كدير 200 درهم فكما قلت لكم حاجه زوينه وكما كتشوفوا في الصوره يعني كيتحل على جوج وفيه ديك الطبقه يعني انا بعدا جربته زوين بزاف والثمن ديالو متميز. هادشي كله دائما غير باش ننفع اختي المغربيه واخوتي المغاربه فبالصحه والراحه. غادي نبارطاجي معكم البنات شي حاجه اللي حتى هي غزاله واحد المشتريات فنه استعملتهم في الحمام وغادي نوري لكم حتى في الكوزينه. الو غادو البنات فواحد اللصاقات كيقبطوا لنا اولا الطرطاقات اللي بغيتو تسميهم كيكون فيهم واحد لاستيك لداخل وهاد جوج بدينات اللي كيقبطوهم فريمون شي حاجه اللي ما يمكنش ما تكونش عندك في الدار. كان عندي مشكل كبير من مورا الباب يعني اون فوا كتحلي الباب ولا كتسديه كترضخ لك ديك الكراطه ولا ديك عزكم الله داك الشطابه ولا داك سميتو تيترضخ يعني بواحد الطريقه تيدير واحد تيزعجك وتيدير واحد الصوت اللي هو خايب بزاف. فملي درت هاد اللصاقات بصراحه اللي الثمن ديالهم زوين بزاف يعني الثمن ديالهم فقط 10 ديال الدراهم يمكن ولا 13 درهم ماكسيموم لا بياس كديري جوج مورا الباب ديال دفا الحمام وجوج البنات مورا دفا الكوزينه وهانتي تهنيتيني. وحنا البنات دائما الهدف ديالنا مورا هاد الفيديوهات هو اننا ملي كنشري واحد لارتيكل يعني وكتلقاي فيه راحتك وكيعجبك وكتستافدي منه كتبغي دائما تبارطاجيه مع الناس العزاز اللي هما نتوما. فشكرا لكم كاملين وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه شويه. هادشي دائما كنا كنشوفوه غير في الفيديوهات ديال اللي كيكونوا في انستغرام ديال شينوا ولا ديال اللوازم ديال الكوزينه او ديال الدار جداد فما فيها بس الا عرفنا منين كيتباعوا لنا كنفيدوا بعضياتنا واللي عندها شي فكره كذلك حتى هي تفيدنا بها في الكومونتير. وما تنساوناش دائما في اللايك وفي البارطاج والناس اللي مازال ما ابونيينش يتابعونا معنا وهكا تهنيت. فقط بغيت نضيف واحد الاضافه خفيفه البنات الله يعطيكم السر والله يسهل لكم سكو هادو هاد لاستيك اللي كيكون فيها الداخل راه واخا تقطع ليك ديري غير لاستيك صفر. هانتوما البنات انا راه قطعوا ليا محمد انس ولصقتو غير بلاستيك صفر داك الكبير اللي ديال اللي كيجمعوا فيه الفلوس ولا كيديروا داك الغليظ هو اللي كروشيتو من هاد الجنب ومن الجنب الاخر وتيدخل من وسط اللودينات وتيجي بحال تتبقى دائما. هانتوما شتي كيفاش تكروشا ايوا هادشي اللي كاين. يلاه الله يعطيكم صحتكم وان شاء الله ما تبخلوش علينا دائما. احنا ما نبخلوش عليكم بالجديد وكل حاجه نفعتنا وانتم ما تبخلوش علينا باللايك. البنات غادي نكونوا سالينا حلقه اليوم شكرا لكم كاملين كنتمنى ان شاء الله هذه الحلقه تنال الاعجاب ديالكم
وان شاء الله مازال هذه فقط البدايه، دائما مع مفاجات وحاجات اللي نفعتني واللي غادي نبارطاجيها معكم دائما قبل الختام. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وما تنساش دائما ما منظور سوما شيء.